أربع صفار هو اللي هنا كان فيه 13 يعني كده عملت كام؟ 12 يبقى لازم فيه ديجيت زيادة مش كده برضه؟ خد بالك دي أول دي أول أول لوكيشن ده أول إيه يا جماعة؟ أول لوكيشن صح أول إيه؟ لوكيشن طيب هو قال لي 8 كيلو مش كده؟ يبقى آخر لوكيشن هيبقى كله حي اللي هو 13 ديجيت اللي هو إف F وين؟ لا محتاجة الحاسبة ولا محتاجة ضرب ولا اسمة ولا الهوا خالص واحنا كنا نوينا كده أكثر من مرة فليه ما بنستفادش من الخبرات دي؟ يعني عوض عن انت تفضل ماسك الآلة الحاسبة وتروح تصيب وتقعد تخطئ يعني هي كمان المشكلة إن أنت ممكن تخطئ وأنت بتستخدم الآلة الحاسبة في سد المال كده لكن بمنتهى البساطة مش دي اتكلمنا عنها كذا مرة 8 كيلو بكام؟ 2 اس كام؟ 2 اس 13 يعني عندها عادي 13 ديجيت للادريسنج مش ده الادريسنج كده واقف فيه كده يا شباب؟ ها؟ اللي هي من الاي نوت لاي كام؟ من الاي 13 من الاي نوت لاي 12 معايا؟ هنا من الاي نوت لاي 12 يبقى انا عندي اللوكيشن الاولاني كله صفار اللي هو اللوكيشن نمبر 0 الكيلو ب 8 كيلو اخر لوكيشن اللي هو هيبقى كله حي اللي هو اف 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 وهنا نظرا ان انا وان ديجيت فكملت انا كده بقى ايه وان اللي هو وان اف اف بشكل عام هكذا لو انت بتتكلم في 4 كيلو يبقى 2 اس 2 2 اس 10 يبقى 12 ديجيت بس يبقى ما عندناش الوان ده يبقى اف 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 بص كده يا شباب محتاج اله حاسبه؟ محتاج اله حاسبه وتكون بسيطه خالص ويمكن نوينا عليها اكتر من موضوع فهنا الملاحظه ليه ما بنستفادش من الحاجات البسيطه اللي احنا من نوع عنها. دي الملاحظة الأولانية اللي قبل. الملاحظة الثانية الناس كانت معتادة تجمع لا كنا بنجمع إف إف ما خدناش من 14 في إيه كنا بنجمع فيها إيه إف إف. ما عندنا الأردن دي فين اتصرف في اللحظة. دي الملاحظة الأولى أنا لاحظتها وأنا بمر عليكم. حلو يعني. الملاحظة الثانية برضه اللفت نظري إن الناس معتادة إن الشيبس تبقى موحد يعني 2 كيلو كله ليه؟ إيه المشكلة يعني؟ هو طالب مني كام؟ 16 طالب مني كام؟ 16 المتاح هو ده ما تخرجش عن المتاح معايا؟ قال لي كام والشيب؟ 2 شيب كام؟ 4 يبقى ما ينفعش أنت تغير الكلام 4 شيب كام؟ 4 في 2 8 زائد 8 16 هم قالوا فما ينفعش ان انت تقوم ايه واخد ال 2 كيلو وتوزع كده في الاثنينات لا ما عادش متاح للزباله يبقى كل اللي انت هتعمله في كتفكير زي ما اتفقنا مع بعض عندنا 16 كيلو ده المطلوب صح كلام ده الايه؟ المتاح المتاح عندنا طبعا المطلوب ده ممكن نقسمه لكام وكام زي ما اتعودنا 8 رد عليا بس عشان ايه؟ 8 كيلو كلنا في الكيس بتاعك كام وكام؟ 8 كيلو و8 كيلو المتاح في ال 8 كيلو ده موجود ولا لا؟ لا موجود اللي هو مين؟ التو شيب 4 كيلو يبقى على طول اودو ايفن بقى خلاص هنا ممكن اقول ان انا في ايه؟ اودو ايفن اللي هو كام اول واحد؟ 4 كيلو ايفن 4 كيلو و 4 كيلو اودو في اي حاجه دي؟ اتكلمنا فيها قبل كده مراد لكن هنا ما اقدرش اقول ان انا عندي 4 كيلو ايفن و 4 كيلو اودو ليه؟ مش عندنا عندنا عشان مش متاح؟ عشان قلنا الكلام ده قبل كده واحنا قلناها مرارا عشان مش متاح يبقى هنا ما اقدرش اقول 4 كيلو ايفن ما اقدرش اقول 4 كيلو اولد ليه؟ لان مش متاح عندي شيب 4 كيلو تاني لان قال لي الشيب ال 4 كيلو المتاح كام يا جماعه؟ كام شيب؟ 2 يبقى ما فيش امكانيه ان انا اقول اولد ايفن تاني في ال 4 كيلو قصدي يعني لكن قال لي عندي كام كيلو؟ كام شيب؟ يبقى دوما بقى اللي هقول منهم 2 كيلو ايفن ها 2 كيلو هن خد ها 2 كيلو ايفن يا ريت نتفاعل يا شباب 2 كيلو يا شباب اصبع عندي 3 شب ايفن اند 3 شب خد منهم 2 2 كيلو واحدة 4 كيلو يبقى كده ده هو الايفن بانك وعندي ثلاثة قط منهم 2 كيلو قط 2 كيلو ها
4 كيلو يبقى عندي كم شيب يا جماعه؟ يبقى هنا في الديزاين بتاعنا عندي عندي 3 شيب ايفن باي بلاقوا احسن من ريشت ده 2 كيلو ده 2 كيلو ده 4 2 احنا كان عندنا طريقتين للديزاين. طريقة ان احنا نستعمل 2 ديكودر واحد للايفن واحد للايه؟ للاود. المرة دي هحاول اعلمك برضه طريقة تفيد او تضيف جديد عندك. ممكن استعمل 1 ديكودر بس اتحكم في الرايت والرايت سيجنال والريد سيجنال من خلال برضه الاي نوت والبي اتش اي اللي هو الكومبلمنت اللي هو بتاع ازاي؟ خلاص بعد ما عملنا الاسماء دي اصبحت ان انا عندي كام رام؟ اصبحت بقى عندي هذا الرام الاولانيه اللي هي اوفن ايفن اللي هي 8 كيلو وادي الرام الثانيه وادي الرام الثانيه. بس كده برضه انا غلطان بقى عندي رام 8 كيلو اهي دي الرام نمبر 3 مثلا وعندي رام نمبر 2 4 كيلو وعندي رام نمبر 3 نمبر 1 4 كيلو هنا 4 كيلو 4 كيلو كم كيلو؟ 8 كيلو اللي عليهم كام؟ 16. طبعا لقيت برضه الناس اللي بتفقد الكيلو بتاعتكم كده والنظره كده لقيت ناس عامله يعني تقريبا لكل 2 كيلو مثلا دوما اعتبروا ان دي ايه؟ رام ودي رام ودي رام ودي رام خد بالك ازاي يعني؟ بلاك البعض برضه مش مترصق في ذهنه هو هيتعامل الماب ازاي؟ فهنا عندي الماب بتاعي يبقى كام رام يا شباب؟ كام رام يا شباب؟ 3. هو قال لي الادرسنج بدا من كام؟ من 0 اشكر خلاص يبقى اذا هبدا اعمل الادرسنج بتاعي تي نوت T1 هذا ال 20 بت ادريسنج من الاي نوت تو اي 19 ماشي. طبعا عندنا هنا بقى اصبح عندي 4 رام 3 رام هذا الرام نمبر 1 حجمها كام الرام نمبر 1 يا جماعه؟ 4 كيلو. اذا الادريسنج بتاعنا لما نبدا من 0 هتبقى ايه اللي قلنا ال 4 كيلو دي نص كام؟ نص 2 يعني 2 نص 12 مش كده؟ يبقى اول لوكيشن هيبقى اصفار كله الثلاث ديجيت الاولين كلهم ايه؟ اصفار الثلاث ديجيت الثانيين يبقوا كام يا جماعه؟ جبت الكلام ده منين؟ 4 كيلو عباره عن 2 نص كام يا شباب قلنا؟ 12. يبقى من ايه نوت لايه 11 اللي هم الثلاثه ال 12 بت الاولانيين اللي يعتبر ثلاثه اكس ديسمال نمبر كلهم ايه؟ 1 وكلهم هنا ايه يا جماعه؟ اصفار. يبقى مش محتاج اي حاجه ثانيه. هتبدا اللوكيشن الثاني ده على طول هبدا احس بالرقم رقم كام؟ رقم 2 رقم 2 رقم رقم كام؟ 2. هيبقى الثانيه بكام؟ بدايه كام؟ 0 ها؟ 0 0
فانا زيرو ايه؟ 1. ليه؟ عشان لما اجمع هنا واحد على الاف اف اف يبقى 0 0 0 هنا 1 0 يبقى هنا اول لوكيشن في الرام رقم 2. تنتهي عند كام؟ 4 كيلو. هو قال لي 4 كيلو قلنا ان في النهايه كام؟ يبقى هيبقى كام يا جماعه؟ 0 1 اف 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 اتش. وقت سليم وبنجز. ليه؟ لان انا بوظف معلومه ثانيه. طول ما انا بتعامل بتراكم معرفي محدود ما مش هيحصل التطور اللي احنا عايزينه في الكلام. صح كده ولا غلطان؟ هنا تاني لوكيشن بقى كام؟ لوكيشن اللي هيبدا من هنا كام؟ بقى كام؟ مش من واحد بقى، لو زودت هنا واحد هيبقى كام؟ زيرو كام؟ زيرو اثنين. نط عليها بقى، زيرو كام يا شباب؟ اثنين. طيب الاند لوكيشن كام؟ نبص هنا كام كيلو؟ 8 مش 4 بقى، كام؟ 8 يعني 2 اس كام؟ 3 في 2 اس كام؟ 10 يبقى عندنا كام؟ 13 بت. يبقى عندنا 4 هيكسا ديسيمال، قصدي 3 هيكسا ديسيمال نمبر، 4 هيكسا ديسيمال نمبر، منهم كلهم وحيد واخر واحد هيبقى بكام؟ بواحد، يعني 1 اف اف، 1 ايه؟ اف اف. لو جمعنا 1 اف اف على هنا هيبقى الاند بتاعي بكام؟ 0 هنا 3 اف اف. ايش كده يا جماعه؟ ان انت بتقول عباره عن كام؟ 13 1. 13 1 يعملوا لي كام؟ اف 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 1. طب يا جماعه اف 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 1 على الرقم البدايه بتاعتها هيبقى 0 3 اف 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 اتش. فايش كده كده يا شباب؟ فايش كده كده يا شباب؟ وطبعا معروف ان ده هيتقسم الى اودو ايفن وده هيتقسم الى اودو ايفن وده اودو ايفن، وعرفنا هنعمل الاودو ايفن من خلال الاي نوت والدي اتش اي. كده برضه؟ اي مشكله في الباب كده يا جماعه؟ بسيط خالص. عمليه بسيطه خالص ونتجمع بسرعه. يبقى اذا هنا ابدا اعمل الادرسنج بتاعي او الماب بتاعي. عندنا اول لوكيشن تكون اصفار. اخر لوكيشن اول اف اهي، الثانيه اهي، الثالثه والباقي اصفار. دي الرام نمبر 1. الرام نمبر 2. الرام نمبر 2 بدأ 0 1 كده روم ليفت يعني. يبقى هنا ادي اول 0 وادي اول 1. اجي في البيت نمبر 12 نحط 1 صح؟ وبعد كده الباقي اصفار. اخر لوكيشن كل ده وحي. دي الرام نمبر 2. الرام نمبر 3. ثمانية كيلو مش أربعة كيلو اللي هي بدأت من 02 يبقى هنا 0 والباقي اصفار. نجيب اف 3 هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثة وبعد كده هنا 3 بعد كده. خدتش مني وقت خالص. طبعا انا وقتي زياده لان انا بشرح لك انا بعمل ايه، لكن لو انا اللي بحل او انت لو بتحل بهذا الموضوع ده الانجاز ايه؟ انجاز سريع، صح الكلام؟ ما فيهوش حاجه. ولا محتاج انا حاجه ولا محتاج انا ابص للي جنبي ولا اقسم ولا اقطع. صح الكلام؟ عظيم جدا. بعد كده اعمل ايه؟ اللي اعتدنا عليه. قلنا هنعمل ايه يا جماعه الاي نوت؟ انا هخلص الاي نوت ليه يا جماعه؟ فور سيلكت ايفن باند. صح الكلام؟ يبقى الاي نوت مش هحطه في الاعتبار، هاخده في فور سيلكشن للايفن باند. هنا عندي مشكله صغيره وهي مش مشكله ولا حاجه. عندي 2 كيلو محتاجه 11 لاين ادرسنج.
وعندي 4 كيلو محتاجة كام؟ 12 لاين ادرسنج. مفيش مشكلة، بقوم قايل ايه؟ ان انا هاخد من ايه؟ نو من ايه ولا 11 لل 2 كيلو، من ايه ولا 12 لكام؟ لل 4 لل 4 كيلو. تمام؟ انا عندي هنا في 8 كيلو، هنا عندي ايه؟ عندي نوعين. يبقى الادرس بتاع ده لن يصلح للادرس ايه؟ بتاع ده؟ صح الكلام؟ لكن هيبقى ان انا ابص برضه على السليكشن هيتم ازاي؟ لو بصينا هنا بدا من ال A 13 هتلاقي عندي من سوري من ال A 12 انا اسف المفروض ان هو الادرس يكون موحد لا مش هو ان انا هاخده من الباص اللي انا عايزه اللي هو الباص واحد الباص 16 بت هاخد منه عدد البيتس اللي انا عايزه معايا هو انا بقى هو انا بعمل باص جديد ولا الباص ده موجود؟ الباص ده موجود كام بت؟ 20 بت فسلكت منه هنا كام؟ 11 وسلكت من هنا كام؟ 12 واخد اللي انا عايزه معايا يبقى هنا من اول 12 البيت 11 هنبدا نشوف ايه اللي بيميز الرام الاولى عن الرام الثانيه عن الرام الثالثه معايا يبقى ده هنستخدمه في الادرسنج المهم الادرسنج تعال بص في السليكشن هنلاقي عندنا الـ A 12 و 13 و 14 ممكن يكونوا فور سليكشن هتلاقي هنا البيت الرام الأولانية الكيو بتاعتها كلها أصفار الرام الثانية هتلاقي الكيو بتاعها 001 الرام الثانية فيها تفصيل ايه التفصيل؟ ان ينفع ان يبقى الخارج بتاعها اثنين او ثلاثة مش اور ولا حاجة زي ما بيقول اور لا اور لا اند تبقى ايه؟ اند لان لو عندي اند جيت طبعا هيبقى عندي تو سيجنالز طالعين من الديكور السيجنالز بتاعت اثنين السيجنالز بتاعت كام؟ ثلاثة فالرام بتاعي تصلح ان هي تبقى انيبل لو كانت 01 فلو مثلا 01 يعني معناها دي كام؟ ب 0 ولو بالفضة حتى ان دي ب 1 0 اند 1 از ايكوال 0 طبعا محمد علاء كان بيقول ايه اور لا لو اور 0 اند 1 ايكوال 0 اور 1 ايكوال 1 ما كانش هتحصل لها سيلكشن مش هيحصل لها ايه؟ سيلكشن لكن لو هنا تخيلنا ان الحاله الثانيه ان هي ديت اللي سيلكتد اللي هي الاول والثالث هو اللي اكتف هيبقى برضه خارج الاند ايه يا جماعه؟ زيرو وكان بيقول ان الشيب نمبر 3 سيلكتد اذا كان ايه كان؟ 12 و13 او 12 وايه؟ و13 يعني حالتين بيحصلوا فيها سيلكت للرام وانا عندي 8 اول من حقي ان انا اختار منهم في السيلكشن اللي انا عايزه معايا؟ تمام يبقى اذا هنختار 12 و13 و14 فور ايه يا جماعه؟ فور سيلكشن وبعدين الباقي هيبقى فور ايه؟ انيبل نعمل انيبل ايه يا جماعه؟ الديكودر بتاعنا اظن كده احنا مش محتاجين نكتب حاجه صح الكلام؟ هنا بدل ما استعمل 1 ديكودر بدل ما استعمل 2 ديكودر للاود والايفن زي ما احنا حلينا في مثال سابق الامر ده ممكن استعمل 1 ديكودر تعالى نشوف عندي الديكودر الاولاني بتاعنا اهو طبعا احنا عارفينه هو الستاندرد ديكودر اللي هو الليبل بتاعه من خلال كام يا جماعه؟ جي 1 وجي 2 اي وجي 2 بي وجي 1 قلنا ان هو عباره عن ايه يا جماعه؟ اكتف هاي وعندنا جي 2 بي وجي 2 اي ها اكتف ايه يا شباب؟ اكتف بلو وانا جبنا السمول سيركل اللي تبقى قدام الليبل
طيب الانيبلنج كله صفار. الانيبل كله يا جماعه اصفار مش كده؟ طيب وانا عايز حد منهم يكون وان. ما بسيطه احنا قلنا نستعمل ايه؟ نو. يبقى اذا هاخد 13 15 16 خدوهم اللي اتبقهم ده من 15. قلت ان كل ده يبقى فوق انيبل عايز منهم 2 ارض. طب ما ده كل مره هيبقى بكام؟ بكام يا جماعه؟ اصفار خلاص اخده واحطه على الديكور. الباص انا حر فيه، الزميل اللي كان بيتكلم فين؟ الباص انا حر فيه اخد منه اللي انا عايزه من الايه؟ من السيجنالز او من الكنترول سيجنالز. مش كده برضه؟ نهايه ان شاء الله واحد. كل ده ايه يا جماعه؟ اصفار. طب دي انا عايزها بكام؟ هو دي هدخل عليها شباب قلنا على نور جديد. دخل عليها كام الباقي؟ الباقي كام يا جماعه؟ هيبقى كام؟ ايه كام؟ 16 وايه كام؟ 14 وايه كام؟ 18 ومكسرين برضه؟ ايه كام يا جماعه؟ 19. مفيش كام؟ خلاص يبقى 17 و18 وكام؟ 19. 18 كام؟ 17 و18 وكام يا شباب؟ 19. طبعا دي كلهم اصفار يبقى هنا هيبقى كام يا جماعه؟ مكتوب. وخدنا ايه كمان؟ 12 و13 فوق ايه يا جماعه؟ 12 و13 وكام؟ 14 فوق 16. ده الديكودر الموست يوز اللي اتكلمنا عنه في كذا ابلكيشن في البلد. هيبقى عندنا خارج ال 8 8 حروف. طبعا واضح ان ابتداء من الخارج الخامس والسادس والسابع مش هيبقى معانا، عندنا 0 وال1 وال2 وال3 لو بصينا هنا هنلاقي ان الرام خارج الديكودر الاولاني لما يبقى كله اصفار هيبقى الرام نمبر 1، صح الكلام؟ يبقى هنا انها الرام نمبر 1 اللي هي هتبقى اوفر ايفل، لان انا مش عامل تو ديكودر. تو ديكودر لما كنا بنعمل ديكودر للايفل بانك وديكودر للاوت بانك كان بيبقى عندنا اوفر ايه؟ وايفل. الرام دي هتبقى الرام للايه؟ للاثنين، للاوفر ايه؟ والايفل، للتو شيب هيعملوا السيلكت الاثنين. وهنا هيبقى الرام رقم كام؟ لا هنا هيبقى كلها واحد، الرام رقم كام يا جماعه؟ ها؟ اثنين. رام ثلاثة وأربعة، رام ثلاثة كانت لها كام كود؟ لها كام احتمالية؟ اثنين، اللي هي الأول بتاع كام؟ اثنين والأول بتاع كام؟ ثلاثة. ماشي يا محمد؟ عرفت ليه ما بينفعش الأور؟ هنا لازم الاثنين دول من حالة من الاثنين دول تكتب لي الرام رقم 3. ما ينفعش لو أنا حطيت أور، احنا عارفين إن خارج الديكودر كله بكام يا جماعه؟ واحد بس بصفر ده بكام؟ وحاجة. فلو انا حطيت هنا اور هيبقى ده صفر وده واحد بقى ده وان، رغم ان هي المفروض تبقى سيلكتد مش هيحصل لها سيلكشن. عشان كده استعملت ايه يا جماعه؟ الاند. لان وانس ان وان انبوت للاند بقى زيرو الاوت شود بي ايكوال كام يا جماعه؟ زيرو. يبقى اذا في حاله لو ده فاعل هيبقى الاوت زيرو يبقى الشيب فاعله. ولو في حاله ان ده مش فاعل بس ده اللي فاعل هيبقى برضه الاوت زيرو والشيب برضه تبقى ايه؟ فاعله. صح كلام؟ اي استفسار يا جماعه؟ معايا يا شباب؟ كنت عليها بيت معايا؟ صعب ولا سهل النظام ده؟ سهل. مش بس تعرفوا العتاب على مين؟ واخد بالك؟ وبعدين هيبقى عندي هنا 3 شيب. ده الايفن باند. ثري شيب. عندي شيب سيلكت. خد بالك دايما تميز اما يبقى رام تكتبها اكسبشن شيب سيلكت. طب لو روم اوت ايه؟ خد بالك برضه من التفاصيل الصغيره ده. خد بالك اصبح في الرام الاولانيه سواء اوت او ايفن سيلكتد بوان ايه يا جماعه؟ بوان سيجنال. واحد هيقول لي دلوقتي يا دكتور ما احنا قلنا احنا هنتعامل مع ايفن واود، قلت لك ان انا هتحكم في عمليه الرايتنج
هي اللي هتختار ان واحده تبقى فاعله وان واحده مش فاعله. ان احنا لو تفتكروا معايا ان الرام فيها اكثر من ايه؟ من اختيار. في عندنا في الرام عندنا الرايت كنترول سيجنال بتاع كلام باكتف لو، وعندنا الريد كنترول سيجنال باكتف لو بالاضافه للادرس اللي احنا عارفين عددها بالاضافه للداتا. طبعا الادرس بالاضافه للداتا بتاعتي اللي احنا عارفين عددها. صح الكلام؟ فهنا مثلا احنا بنتكلم في الان كي، هنلاقي عندنا الادرس الان كام اللي جاي كام يا جماعه؟ من اي واحد الى جي كام؟ عندنا قلنا 2 كيلو معناها 11 ايه؟ 11 لايت. من اي واحد الى جي كام يا جماعه؟ الى الاي 12. اي واحد الى الاي كام؟ 12. واحد بيعينه دلوقتي بتروح على الاي 12 احنا موجودين في السلكشن. يا سيدي ما احنا قلنا احنا ممكن ناخد من الكنترول لاين اللي احنا ايه؟ عايزينه. كده؟ اه. يبقى هنا عندنا هنا الداتا عندنا كام هنا؟ عندنا الاي في البانك. يبقى اذا من دي نوت الى دي كام يا جماعه؟ الى دي 7 8 بت ما زالت ميموري اورجانيزيشن 1 بت 1 بايت ميموري اورجانيزيشن. يبقى من دي نوت لدي كام؟ لدي 7. وبعدين عندي ريد ورايت هي اللي هتحكمني مين اللي يشتغل. لان انا لو انا عايز اعمل رايتنج في الاوت بانك الاي في البانك معناها هنا هيبقى في عندي كنترول سيجنال داخل هنا. شايفين الحته دي؟ دي احد هذه الدخول الاي نوت اللي انا بتكلم عنها. خد بالك؟ والدخل الثاني انا عارف ان هو هنا واحد هيقول لي طب يا دكتور انت استعملت هنا اور ليه؟ ما استعملتش هنا اند ليه زي ما كنا بنتكلم في الحته؟ لان هنا احتمال ان انا اعطل دي. فعشان الاور تبقى لازم اوت بتاعها يكون زيرو لازم التو سيجنال يكونوا ايه؟ زيرو. فهنا لو انا قلت اند معناها دايما المايكرو بروسيسور هيطلع لي الميموري رايت كنترول سيجنال مالها يا بكام يا شباب؟ الميموري رايت كنترول سيجنال بكام دايما؟ زيرو. مين اللي بيجنريت السيجنال دي؟ المايكرو بروسيسور. مين اللي بيجنريت السيجنال دي يا شباب؟ المايكرو بروسيسور. فدايما هيطلعها اكتب ايه؟ اكتب لو. فلو حطيت اند السيجنال دي دايما هتبقى ايه؟ زيرو. وساعتها دايما الليفل بانك فعاله ولا مش فعاله؟ فعاله. لكن انا عايزها ايه؟ لو انا عايز اكتب في الليفل بانك يبقى ساعتها الاي نوت هي اللي هتبقى بكام؟ ها؟ بزيرو. معنى كده ان الاول هيبقى هنا بكام؟ بزيرو. بعمليه الريد او عمليه الرايت هتبقى فعاله. صح الكلام؟ طب افرض لو انا بتكلم في الاوت بانك يبقى معناها الاي نوت بكام؟ واحد. الاوت بانك بكام؟ واحد. معنى كده ان عمليه الرايت فعاله؟ لا. طب من انا عملت سيلكشن للايه؟ بالشيب بس ما عملتش ما قدرتش اعمل عليها ايه؟ كده؟ وده وفر لي ايه كمان؟ وعندي كود اكمل الديزاين بس انا حبيت اديك التلميح بتاعي وبعد كده لو حد عنده سؤال اطلع سؤال. عندنا رام نمبر 2 اهي تبقى برضه سيلكتد في شيب نمبر 2 اذكر ايه؟ وعندنا اخيرا رام نمبر 3 سيلكتد السيجنال الثاني. طيب عمليه الريد والرايت قلنا هذا عمليه الرايت طبعا هتبقى هنا في اور جيت داخل لها برضه مين يا شباب؟ برضه ليه يا جماعه؟ الاي نوت والمره دي داخل ايه يا جماعه؟ الريد سيجنال. طبعا الميموري ريد سيجنال اللي هي دايما اكتب ايه يا جماعه؟ طبعا هنا بس عشان المساحه انا كتبتها ار دي بس انت عارف ان هي ايه؟ ميموري ار دي اف سي كومبلمنت اللي هي ميموري ريد كنترول ايه يا جماعه؟ السيجنال. خد بالك دي بالنسبه للايه؟ لعمليه الفانكشن. فحتى لو انا ساي سيلكتد يعني مثلا لو باي باي يعني فور اكزامبل لو دي زيرو هتبقى دي زيرو دي زيرو بس هنا في الريد سوري بقى في الرايت عايزين في نفس الترتيب هذا الرايت سيجنال اهي هيبقى داخل عليها ايه شباب قلنا؟ اور جيت احدها ايه يا جماعه؟ حد بيرد عليها ليه؟ الميموري رايت كنترول ايه؟ سيجنال. طب والطرف الثاني يبقى ايه؟ البي اتش اي. البي اتش اي احسنتم. البي اتش اي البي اتش اي
فاحنا عارفين ان لا يمكن يكون الاي نوت والبي اتش اي الاثنين فاعلين الا اذا انا بنقل وورد. لو انا بنقل ايه يا جماعه؟ وورد. فلما بنقل وورد هيبقى الاي نوت بزيرو والبي اتش اي بكام؟ بزيرو. يبقى دي الشبه دي فاعله والشبه دي ايه؟ فاعله. يبقى انا ساعتها هنقل هنا الدي من كام لكام دي يا شباب؟ من كام؟ 15. هيبقى الهاير اوردر بايت هتتحط وهنا اللور اوردر بايت ايه؟ هتتحط. طبعا هنا نفس الادرس برضه هيكون موجود. وهنا برضه عمليه الريد كنترول سيجنال تبقى داخله على اور جيت. هنا هيبقى الميموري ريد كنترول سيجنال وهنا هيبقى البي اتش بي. معايا مثال مثلا لو قلنا مو في مثلا هنعمل عمليه بايت في الادرس مثلا 2 1 2 0 1 مثلا. ايش اولا ده 1 بايت ترانسفير. 1 بايت ايه يا جماعه؟ ترانسفير اللي هو ايه؟ اي اتش. لو دي 8 كام؟ دي 15. هنا اول بصينا للادرس ده لو افترضنا ان انا عندي الديكودر بتاعي او الداتا سيجمنت بتاعي بيساوي 2000. الداتا سيجمنت بتاعتي 2000 اتش. طبعا احنا عارفين ان الداتا سيجمنت ابدت باي كام يا جماعه؟ باي زيرو. يبقى اذا الفيزيكال ادرس بتاعي 2000. واخد بالك؟ مع طبعا هنا احنا عندنا الاقصى حاجه في الادرس كام؟ 02 مش كده؟ لا عايزين نقلل شويه خلينا نزيد. ماشي شباب؟ ونجمع عليه اللي هو الادرس اللي هو مديه لنا اللي هو هيبقى كام؟ 1 2 طبعا برضه ده هنخلي 0 عشان نبقى في النقاط بتاعنا. 1 2 0 1 هتلاقي هنا الادرس بتاع الفيزيكال ادرس عباره عن الرقم ده. صح الكلام؟ الرقم ده لو بصيته هتلاقي هنا الايه؟ الاي 1 من الاي نوت بكام؟ 1. لان الرقم ايه يا جماعه؟ فردي. معنى كده ان الاي نوت دي هتبقى بواحد والاي نوت هنا هتبقى بكام؟ بواحد. معنى الخارج دي بكام؟ بواحد. كام على الخارج دي بكام؟ بواحد. طبعا لو بصيت للادرس ده هتلاقي لو فكناه هتلاقيه كامل بيت رقم كام دي؟ هتلاقي هنا دي 2 اللي هي البوزيشن كام؟ اللي هي هنا هيبقى 4 اصفار اللي هي 19 و18 و17 و16. انا هاخد بس اول 8 خانات وايه كام؟ و15 وايه 14 وايه 13 وايه 12. فما دول بتوع السليكشن هتلاقي كل دول ايه؟ اول واحد باصفار الثاني كام؟ ب2 اللي هو يبقى 0 0 1 0 كده. يبقى عندنا ايه 12 و13 اللي بنستخدمهم في السلكشن هيبقوا بالشكل ده 0 1 0. طبعا بتكلم عن الادرس اللي انا عملته دلوقتي في المثال بتاعي عشان تعرفوا ازاي كده. بقى عندي 12 و13 0 كام؟ كنت رايح ابالي 0 1. معنى كده ان الاوت ده هو اللي هيبقى بكام يا جماعه؟ بزيرو. والباقي ده كله بكام؟ بحالي. يبقى ده ب1 وده بوان وده بوان وده بوان وده بوان وده طبعا بوان بوان. صح الكلام؟ لما يبقى ده بزيرو معنى ده ان الوحيد اللي ده هيبقى زيرو بينما ده هيبقى 1 بينما ده هيبقى كام يا جماعه؟ 1 وده كمان هيبقى 1 1. صح الكلام يا شباب؟ معنى كده ان الشيل الاولانيه اما يكونش عليها 1 نوت سيلكتد والشيل الثانيه طبعا على اول نص سيلكتد بينما الشيب الثالثه هي اللي هي يا جماعه؟ سيلكتد. حلو الكلام. صح الكلام؟ يبقى الشيب نمبر 3 سيلكتد. صح الكلام؟ هنا او هنا. صح الكلام؟ بس دي داخل لها خد بالك ان دي داخل لها الكله داخل لكله الكلام ده صح؟ دي داخل لها على الاي نوت 1 يعني عمليه الرايتنج في الشيب رقم 3 معطله وعمليه الريد في الشيب رقم 3 معطله. صح الكلام انا غلطان. في المقابل هنا المايكروبروسيسور هيعمل جنريت للبي اتش اي تبقى بكام؟ بزيرو لان شاف ان العدد ايه؟ رد عليا يا حبايبي فردي. وهنا البي اتش اي هنا تبقى بكام؟ بزيرو. هنا الاور
لازم يبقى كل دخول بزيرو عشان يبقى الاوت بكام؟ بزيرو. انت دلوقتي عايز تعمل عمليه ايه يا جماعه؟ ريد ولا رايت؟ رايت. ليه؟ عشان الميموري ايه؟ استنيش. يبقى اذا هيبقى الميموري الرايت هتبقى ايه هنا بكام يا جماعه؟ بزيرو. في حين ان الريد هنا هتبقى بكام يا شباب؟ بكام يا حبايبي؟ 1. طبعا هنا البي اتش اي اللي هتبقى زيرو. ريد صح كلام؟ يبقى عمليه الاور الاولانيه هتطلع كام؟ عطلت ايه؟ الريد. بينما عمليه الرايت هيبقى كام يا جماعه؟ زيرو. يبقى انا فعلت ايه؟ الرايت. وعليه هيبقى الداتا اللي هي من دي 8 ل 15 لمين؟ الاكيوميليتور اللي موجوده فين؟ على الداتا الراست هتتحط في نهايتها في الميموري شيب رقم 3 وهتبقى رايت في الادرس اللي هو حضرتكم حددوه اللي هو هيبقى طبعا عارفين احنا بقى من الادرس مود ازاي هتحدد ده. صح الكلام ولا غلط؟ ده تفصيل. طبعا انا بتكلم بهدوء وبشرح بهدوء لكن الكلام ده لو انا بحله او حضرتك هتحله هياخد تلت ساعه او ربع ساعه للتلات في الكويز ده. هنتكلم بقى بعد ما خدنا 80 88 اظن خدنا عليه اكتر من مثال. 80 86 خدنا عليه اكتر من مثال. اتفكر تفكر لنا ان 286 ايه الجديد عليه؟ هنشوف. وبعد كده طبعا 286 ورفيقه اللي هو 386 ايه يا جماعه؟ اس اكس. نفس الكلام نفس الايه؟ الكلام ده نفس الكلام ده. لكن ابتداء من 386 دي اكس و 486 بدايه ظهور ال 32 باص. الباص عندي بقى كام يا جماعه؟ 32. طبعا ايام وما زالت الميموري اورجانيزيشن كام؟ 1 بايت. يبقى حكايه برضه يبقى عندي 2 بانك ما عنديش ينفع. 2 بانك ما عنديش ايه؟ نافع. ده كده يبقى محتاج كام بانك؟ 4 بانك. محتاج كام بانك يا جماعه؟ 4. ليه؟ لان الداتا باص هتبقى كام بت؟ 32 بت. الباص هيبقى كام بت يا شباب؟ ردوا عليا. 32. ال 32 يعملوا كام بايت؟ 4 بايت. يبقى انا محتاج ان انا اعمل ترانسفير. يبقى انا عشان اعمل ترانسفير للداتا وانا عندي الميموري بتاعتي 8 بايت. لانها 1 بايت ميموري اورجنايزيشن. يبقى انا محتاج كام بانك؟ 4 بانك. من الدي نود للدي 7 البنك نمبر 0، ومن الدي 8 للدي 15 البنك نمبر 1، ومن الدي 16 لل 3 وكام؟ 23 مثلا كده؟ هيبقى البنك 3، ومن الباقي البنك كام؟ بنك 4. صح الكلام؟ يبقى انا عايز 4 بنك. هاو ديت موضوع السيشن دوت. نبدا ب في حد عنده استفسار في الليل الاول يا شباب؟ اتفضل. لو احنا اشتغلنا 2 كيلو 6 تشيب وال 4 كيلو تشيب واحد مش موجود ده في الاكزامبل بتاعي. الاكزامبل بتاعي قال لك بص يا جماعه 2 كايند اوف شيب افيلبل. تمام. بكل يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ يعني 2 كيلو بس مش عدد لا نهائي من الشيبس. كام شيب؟ 4. يبقى ما عنديش فاسيلتي ان انا اخليهم 6. فاهمين قصدي؟ يعني الزميل بيقول مثلا نخليهم 6 هنا وهنا 4. كده. طب مش قصدي كده، انا قصدي لو مثال عندي فعلا اساسا المتاح عندي 2 كيلو متاح منها 6 شيب وال 4 كيلو متاح 1 شيب، التوزيع بس هتبقى ازاي؟ افكر شويه بعد بس عشان طيب في اي استفسار في الحته دي تحديدا؟ كده واضح يا شباب؟ واضح الدنيا ماشيه ازاي؟ عظيم. واضح التطبيق ده ازاي يا شباب؟ عرفتوا المايكرو بروسيسور هيتعامل هاردوير مع الموضوع ازاي؟ طب هو العيادة تاني دي؟ تمام. هنا بقى في الامتحان يا جماعة أنت حر بقى، عايز تعمل وان ديكودر وتعمل كنترول على الريد والرايت حر، عايز تعمل تو ديكودر، أنا كده اديتك كل الإيه؟ الشواهد من الموضوع. في كمان على فكرة بعض الأمور ما بيستعملوش الديكودر بيستعملوا الإبروم، بس ده يعني في النادر هنشوفها دلوقتي برضه في الشغل. هنتكلم دلوقتي عن ال 286. ايه ال 286؟ قبل ما تبدا تشتغل في ال 286 لازم تفكر نفسك وال 286 الفيتشرز بتاعتك شكلها ايه؟ لو انت بادئ قبل كده كان اول محاضره الترم الاول. ال 286 الميموري بتاعته كام؟
معلي صدنا بقى 16 ميجا يبقى 286 مايكروسوس 80 286 مايكروسوس. اول فيتشرز له كان الميموري بتاعته 16 ميجا بايت. ده على طول تديني انطباع للاتي ان انا عندي الارزنج بتاعي ده كام؟ 24 بت. يبقى 24 بت ارز لايت. خلاص. طيب الميموري اورجانيزيشن 1 بايت. كل ده انا بتكلم على ايه؟ على الحته دي بس. على ايه؟ على الحته دي. انا ما اقولش عدد سرعه المايكروبروسيسور كام وكم امر بالسكند، ما اقولش الكلام ده. بتكلم على الحاجات اللي تهمني في الميموري اورجانيزيشن. فدايما هتلاقيه مهتم بالايه يا جماعه؟ الفيشر بتاع مين؟ الميموري. فالميموري 16 ميجا يبقى انا محتاج لها 24 لاين ادرس. وعندي 1 بايت اورجانيزيشن ميموري اورجانيزيشن. لو تلاحظ ان الكلام اللي انا عملته ده هو نفس الاسلوب اللي هينطبق في حاله اذا كنت انا بتكلم عن الايه 8680. ليه؟ لان الداتا باص ما حصلش فيها مشكله. الداتا باص اللي هي بتبقى كونكتد مع الميموري برضه، كل الكلام متعلق بمين يا جماعه؟ بالميموري. الداتا باص ل 16 بت لل 8680 برضه مجازات جامعه مع 16. يعني اصبح التعامل مع الميموري هو نفس اسلوب التعامل فيما سبق مع 8680 تماما بتمام. كل اللي اختلف ان انا يبقى عندي نمبر اوف بيتس زياده في الادرس، لكن في الميموري اورجانيزيشن ما زالت 1 بايت. في الداتا باص اللي هي هتعمل ترانسفير للداتا بتاعتي ما زالت كام؟ 16 بت. يعني في النهايه برضه هيبقى عندي 2 بايت، 1 بايت هاير اوردر و1 بايت لوور اوردر. يبقى اذا طالما عندي 2 بايت لوور وهاير يبقى عندي 2 بانك ايفن. وايه يا جماعه؟ عشان كده كنت بقول لك ان الاسلوب المتبع اللي احنا اتبعناه مع 8086 دي بدايه ظهور الاوت بانك والايفن بانك. ليه؟ لان بدايه ال 16 بت كانت مع مين؟ مع 8086. طبعا ال 8088 ماله ده؟ ده ما كانش في حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ خد وايه؟ وايه؟ كان الاثنين دول كام ميجا يا شباب؟ 1 ميجا بايت، بس واحد استعملت الميموري بتاعته على انها بانك 1 بانك جواه الاود وجواه الايه؟ الايفن، فما كانش عندنا حكايه ان انا اعمل حجز للاي نوت عشان اصنف الكود والايه والايه. كنت ببدا الادرس بتاعي من اول ايه يا جماعه؟ ايه نوت. جيت واعتبر عدد البايتس اللي انا عايزها، عدد اللي هو السايز بتاع الموري، وبعد كده ابدا اسلكت الانيبل وسلكت الايه للادرس وما شابه. لكن ابتداء من 8086 بدا يظهر ال 16 بت داتا باص اللي هو بقى جاري فين حتى؟ على نفس الكام؟ 8086. وعلى نفس الكام كمان؟ ال 80 كام يا شباب؟ 386. بس لازم 386 ايه يا جماعه؟ اس اكس. كله كان الداتا باص بتاعه كام يا شباب؟ 16. وكله كان ايه يا جماعه؟ 1 بايت ايه؟ ميموري اورجنايزيشن. لكن كان بيكتبوا في ايه؟ في السايزنج بتاع الايه؟ الميموري. فهنا كان كام؟ 1 ميجا. هنا كام؟ 16 ميجا. يبقى الاختلاف بس في الادرس لاين. في الايه؟ في الادرس لاين. يبقى اذا الاسلوب ومنهجيه الانترفيس ما زالت هي نفس المنهجيه. ايه هي؟ ان انا اقسم الميموري بتاعتي الى 2 بانكس. اود بانكس وايه يا جماعه؟ وايفن بانكس، ويميزهم اي نوت وبي اتش اي اللي هو الباص هاي ان ايه؟ ان ايه؟ الباص ايه يا جماعه؟ هاي ان ايه؟ معايا؟ هل في امور اخرى هتزيد عن ذلك؟ لا. تعالى ناخد مثال عن 86 ونختم بيه بقى الاكزامبلز اللي هي تاخد نفس الاشكال، ونتطرق بعد ذلك لل 32 بالادرس اللي هو هيبدا من اول 80 386. بس المره دي ايه الفيرجن بتاعها يا جماعه؟ دي اكس. وطبعا هيبقى اخوه توأم مين يا جماعه؟ 80 كام؟ 486. ايه الفيشر الزياده؟ طبعا قلنا الميموري خلاص 4 جيجا بايت مش كده؟
لكن ايه المشكله بقى الثانيه؟ ان هي برضه ما زالت ايه؟ بس عندي هنا الداتا باس كام؟ 32. عندي الداتا باس بتاعي كام يا جماعه؟ 32. يعني ده هيبقى عباره عن 4 جيجا بايت موري سايز. معايا؟ هيبقى محتاج 32 كام؟ 100 ادرس؟ 100 ادرس؟ بس انا ما عنديش ازمه مع ال 32 ادرس ان يزيد يقل، ما فيش ازمه معاه. هي دايما الازمه مع مين؟ مع مين يا شباب؟ اسمع صوتكم. مع الداتا باس. اما ان انا اعدد البيتس بتاعتي تزيد او تقل، فدي كلها هنصنفها فور ايه يا جماعه؟ فور انيبل ديكودر، فور سيلكشن ذا شيبس، فور ادرسنج ذا ميموري. معايا؟ ما عنديش مشكله مع النمبر اوف بيتس ان هي تزيد في الادرس لاين. لكن دايما المشكله في ايه؟ ان انا عندي الميموري اورجنايزيشن بتاعتي كام؟ 1 بايت اورجنايزيشن. والداتا باس كام؟ المفروض عليها حبايبي 32 بايت. يبقى هنا مش هنا كنت بقول عندي 2 بانك. انا بتكلم هنا يا جماعه 2 بانك. هنا ما عادش عندي ده، عندي تو بانك ازاي؟ ده انا عندي 1 ميموري اورجنايزيشن 1 بايت ميموري اورجنايزيشن. يعني الميموري لوكيشن الواحد كام بايت يا شباب؟ 8 بايت. يعني ايه 1 بايت؟ فانا هعدي لو قلت اوتو ايفن يبقى انا بتكلم في 16 بت، بس دول كام؟ ما عادش في عندي حاجه اسمها اوتو ايه يا جماعه؟ اوتو ايفن. اصبح عندي 4 بانكس. نتكلم فيها دلوقتي. بانك نمبر 0، بانك نمبر 1، بانك نمبر 2، بانك نمبر 3. ده بقى يخش فيه الداتا بتاعتي اللي هي من الدي نوت الى الدي 7، وهنا من الدي 9 الميليت قصدي الى 15 15 من الدي 16 الى حط اخر كام 23 16 17 18 19 20 21 22 23 وبعد كده من دي 24 من دي كام؟ المشكلة ازاي افعل الشيبس او افعل البنك ده كده؟ يبقى انا محتاج فور سيجنالز فور سيلكشن. ده السؤال اللي هنجاوب عليه في السيشن بتاعنا. يبقى اذا هنا اما يحصل تطور في هنا لازم يتبعه اختلاف الانترفيس. يحصل اختلاف ايه يا جماعه؟ الانترفيس. فاصبح التو باكس ما يسريش هنا بس يسري هنا ويسري هنا ويسري ايه؟ هنا. ليه؟ لان ما زال الداتا باس كله كام هنا؟ 16 هنا وهنا 16 وهنا كان كام؟ 16. ما زال هنا المور اورجانيزيشن كام؟ 1 بايت، هنا كام؟ 1 بايت، هنا كام؟ 1 بايت. الحجم ما عنديش منه مشكله. الحجم ما عنديش فيه ايه يا جماعه؟ مشكله، لكن المشكله في الداتا باس. هنا برضو عندي 1 بايت اورجانيزيشن بس برضو الادرس ما عنديش فيه مشكله لان الحجم ما فيش مشكله. انا قلت ان الحجم دايما ما فيهوش ايه؟ مشكله، لكن دايما المشكله ظهرت فين؟ في ال 32. يبقى مفهوم الاود والايفن تلاشى. نبدا في اي استفسار كده الحته دي بس للتقديم بتاع الموضوع. تعالى ناخد مثال عن دي 6 نكتب فيه 16 بت اورجنايزيشن بالداتا باس وبعد كده نبدا نتكلم في 32 بت. في اي اشكاليه كده يا شباب؟ في اي اشكاليه؟ اظن كده. في مثال عندي لطيف كده طبعا صبر عشان محمد من اول مره عشان السلسله مكتوبه عشان يبقى ثاني مره محمد ماشي يعني كده مش عملت حاجه
هنا لو تلاحظ هنا اول حاجه ملفت نظرك ان هنا 1 2 3 4 5 6 في 4 بكام؟ 24. خلاص؟ دول 24 بت ادرس لاينز هتبقى لي الصوره دي. هنا انا مش مخير ان انا ابدا منين، هو مديني ابتداء. معايا؟ هنا المفروض كام؟ 8، مش مخير في العالم ده. هنا مديني الافيلبل شيب 2 مش مخير في الكلام. انا كمهندس بتعلم مع الجيفن انفورميشن وبعمل لك التقسيم للقصه. ما هو ده التريننج اللي انا بعمله معاك، ان انا كل مره اغير لك في الايه؟ في النمبر اوف شيبس افيلبل او في السايزنج اللي ايه اللي انا عايزه، لكن ما زال الميثودولوجي هي ايه؟ واحد. معايا؟ بس خد بالك بقى اما بحط ده عندي هدف انيبل انا جاي من دلوقتي. لما بحط الرقم ده يبقى في هدف انيبل لازم تسيبه وتحطه ثلاثة. هنا قال 2 كيلو، هو في النهاية أنا عندي بنفس الكاتيجوري اللي إحنا شرحناها قبل كده. أنا عايز المطلوب كام؟ عايز بس فاكر إن أنا بقالي في السكشن يا جماعة. المطلوب كام؟ 8، قال هنا كمان 8. خلاص؟ هل من المتاح في الشكل حاجة أصنفها أود إيفن؟ لا، لأن أنا أول تصنيف كام؟ 2. لو كان عندي 4K بس دلوقتي إيه؟ 4K أود، 4K إيه يا جماعة؟ إيفن. لو قال لي تو شيب افيلبل حجمهم كام؟ 4K، وهم جاي دايس على طول. لكن هل في عندي دلوقتي حاجه اقدر اصادفها اقول ايه يا شباب؟ لا، يبقى اعمل هنا ايه؟ التمن ده يساوي كام؟ 4K. اقول اود؟ هنا 4 كام؟ كي. اقول ايفن؟ لا، ابتداء من ال 4 كي، الافيلبل شيب كام كيلو؟ يبقى ال 4 دي بتتقسم الى كام بند؟ 2. يبقى هنا يبدا يظهر مفهوم الايه يا جماعه؟ هنا كام يا جماعه؟ 2 كي ها؟ ايفن ها؟ 2 كي ايه يا شباب؟ اوض. بس ما تنساش ان دي ايه يا جماعه؟ دي ارقام عشان ما حدش يروح يقول لي دي روم نمبر 1 ها؟ طب انا شفت عند ال اعتقد اللحظه دي مع بعض الاخوات البنات اللي كانوا شغالين كانوا كده. كانوا الايه؟ واحده دي روم 1 روم 2 روم 3 روم 4 وبدأوا يعملوا ادريسنج لاكثر من ادريسنج وانا مش عايز الكلام ده كله. حتى لما يجي يبص للانيبل هيلاقيهم ايه؟ في حاجات كتير ايه؟ متشابهه مع بعضها، صح يا ميادة؟ يبقى عندنا عندنا روم 1 ال 14 مع بعض اللي هم ان الروم الشيب الواحده هي جو. خد بالك يا سلام، المشكله عندك ان انا صنفت اود وايفن، انت حضرتك متخيل ان انا عندي ايه؟ شيب لوحدها اود وشيب لوحدها ايفن. لا، هي ادريسنج اود ايفن، لكن هي الروم في النهايه واخده الادرس كله. تقولوا ايه يا جماعه؟ ايفن مع بعض. فاهمين كده يا شباب؟ يبقى هنا عندي الشيب روم اولانيه، هنا برضه هيبقى عندي 2 كيلو، وهنا كام يا شباب؟ ها؟ 2 كيلو. بس هنا اقدر اقول ايه يا جماعه؟ ايفن وايه؟ واود، ونبدا نقول ان دي كام يا جماعه؟ الرقم رقم كام؟ يبقى انا عندي كام شيب؟ تو شيب؟ لا قصدي كام؟ قصدي كام ميموري ماب؟ تو ميموري ماب اللي هو روم كام؟ 1 وروم 2. بس تو ميموري ماب بيتقسم له كام شيب؟ 4 شيب. تو ايفن تو اود. اي شيب كده يا جماعه؟ يبقى نبدا نعمل المابنج بتاعنا. الروم محتاج يبقى القناه دي عندنا توم مش كده؟ وعندنا روم نمبر 1. بتاعت الكراسة واعمل جدول بالايه يا جماعه؟ بالعرض، عشان انا بلاقي ناس قاعده تسطر بكل مجهود. كل ده ايه يا جماعه؟ وقت. ده لما تسطر كده راسي قوم قال لك الايه؟
الكراسه بقى عندي ال 16 ال 20 ال 13 عندك 25 لايز اعتقد في السطر الواحد. فمن قصدي يا شباب قطع على خط الضوء الافقيه واشتغل. وده برضه يوفر عليك الايه؟ الوقت بتاع الحل. هيبقى هنا نكمل اللايز بتاعتنا. ده كان اللي جيت كام ده؟ 16 مش كده؟ ده 17 18 14 بروم وين بروم. تعالى نبدا نعمل النابل بنفس الاسلوب. عندي البدايه عند 0 8 4 اصفار وده مش اختيار. عندي المومن المتاحه كام يا شباب قلنا؟ 4 كيلو. ال 4 كيلو 2 ونص كام؟ 2 ونص كام؟ 2 2 ونص 10 ايه؟ يبقى عندي 12 ديجيت اللي هو ال 4 كيلو كام اف؟ 3 ب 4 ب 3 اف. يبقى اذا هيبقى 0 8 0 3 اف. مش محتاج انا حاسس بالاتفاق. عندي 2 ونص كام؟ 2 ونص 2 2 ونص 10 يبقى ايه؟ عندي 12 ديجيت او 12 2 ونص 12 لوكيشن يبقى 12 ديجيت في الادرسنج. الكوش ديجيت في الادرس اولهم كله صفار اخرهم كله ايه؟ واحد. يبقى الميموري بتاعتي منحصره من هنا لهنا. ده ايش كده؟ الميموري اللي بعد دي مباشره ما ينفعش ان هي تبدا كده. هتبدا بزيرو ايه؟ واحد. الميموري كام بتاع دي هتبقى كام يا جماعه؟ 0 8 1 0 0 الواحد ده جه منين؟ ان انا جمعت واحد هنا بقى الثلاثه دول اصفار والديجيت الرابع هيبقى بكام؟ 1 بالاضافه للايه؟ الثمانية اللي هو بدأ عنها الأحسن. يختبر معايا بكام؟ 4 كيلو اللي هو بزاد ايه يا جماعة؟ 3 اف. يبقى يختبر ب 0 8 1 اف اف اف. حاجة أنا حاسس؟ حاجة خلاص؟ بس محتاج توظيف للمعلومة اللي أنا خلاص؟ هنا اللي أنا هعمله إن أنا أعمل الكلام ده بقى كل ده صفار. هنا الأربعة أدي واحد. هنا 8 يبقى 0 0 0 1 وبعد كده الباقي كله يا جماعه صح كده؟ الاخير عباره عن 8 بعد اول 0 واد 8 وبعدين الباقي كله يا جماعه ها؟ المفروض على حبايبي 8 في صفار في بقى 8 صفار 8 الواحد الواحد ايوه 17 واحد وهنا صفار وبعد كده عندنا كمان في 0 عندنا كمان في 0 في 0 يبقى 0 8 0 3 وحقيقة 3 الروح برضه نفس الوضع الواحد هيتم كرة خلاص شباب. يبقى انا كده عملت الايه؟ الماب الاولانيه. الماب الثانيه عباره عن تبدا بزيرو قد زيرو 8 مع الكلام وبعد كده بعد 8 1 قد زيرو 1 2 3 4 8 1 2 3 4 بعد كده 1 والباقي صفر صح؟ بعد كده هنا 8 0 قصدي 8 وبعدين برضه 1 اللي هو يبدا من هنا وبعد كده كله ايه يا جماعه؟ اف. اشكال كده يا جماعه؟ كده احنا عملنا المبدا. طبعا هنا نظرا ان احنا بنتكلم بنفس فلسفه الاود والايفن. نفس فلسفه ايه يا جماعه؟ الاود والايفن. يبقى برضه هنحجز كام يا شباب؟ ايه يا شباب؟ بنحجز الايه نقطة ايه يا جماعة؟ للفي سيليكشن للايفن بانكس. خلاص شباب؟ ايه تاني؟ هنا هنبدأ الاديتنج. أنا عندي كام كيلو متاح؟ 2 كيلو. المتاح هنا كام يا جماعة؟ كله 2 كيلو. يعني عايز كام لاين؟ 11 لاين. عايز كام لاين يا جماعة؟ 11 لاين. يبقى من ايه واحد لايه كام يا جماعة؟ لايه 11 فور اديتنج. من
واحد لايه كان 11 سؤال في اشكاليه دلوقتي. تعال نبص للايه للايه للسليكشن. بس المره دي هنرجع تاني للديزاين بتاع تو ديكودر مثلا. كان احنا نوعنا النهارده خدنا دي وخدنا ايه وخدنا دي للتسكيل. فور سليكشن عندي تو شيب واضح جدا السليكشن بتاعهم واضح. كام وكام وكام؟ 12 وكام؟ 13. بس الديكودر بتاعي يبقى عندي كام الايه؟ الاوتبوت الاولاني هيبقى اللي هو بزيرو والاوتبوت الثاني اللي هو يبدا بكام يا جماعه؟ 100. صح الكلام؟ يبقى دوبك برضه فور ايه يا جماعه؟ فور ميموري شيب سيلكشن. فور ايه؟ ميموري شيب سيلكشن. تمام. هنا بقى نبدا في الايه؟ في عمليه الانيبل. الانيبل هنا هتلاحظ دايما ان ال 19 في الاثنين مالو؟ طب ده فين في كم؟ جي 1 دي فلسفه اتغيرت اهو. احنا كنا دايما بنجيب الجي 1 بايه؟ بنور. هنا بقى الايه اللي انت بتسميها ايه ده؟ ده المساله فيها تغير رهيب والصدمه العصبيه اللي بتيجي في حل المسائل يعني. فين التغير الرهيب في الموضوع؟ انا بقى نادر ما هيحصل الانيبل. انا عايز ان الجي 1 يبقى ب 1. كل المسائل اللي فاتت يا علي كنت باين انا جايبها لك كلها بايه؟ بصفاها وجايب لك مدخل على ايه؟ على نور. انت مش معنى كده ان حضرتك اليوم جاي في المساله دي برضه واخد كله ايه؟ على نور وده يعني مش ما يصحش بقى. طب انا قصدي يا شباب يبقى اذا اما ابص الاقي ال 19 يمين كله بكام؟ ايه؟ وحي. يبقى على طول اقول ده فوق ايه يا جماعه؟ استعمله في الانيبل. لمين؟ لجي 1. خلاص الباقي كله صفار. حط بقى زي ما انت عايز تحط بقى. واخد بالك؟ حط نور جيت قد كده اهو. او اور جيت بقى مش هتبقى نور. هتبقى ايه؟ اور. لان هنا كلها ايه؟ صفار. وانت عايز تبقى الاول بكام؟ بزيرو. فحط اور بقى قد كده تلم كل الشعر ده كله ودخله على جي 2 مثلا او على جي 1. في اي اشكاليه كده يا جماعه؟ عظيم. تعالى نعملها للبروجيكت بتاعتنا. الفلسفه اتغيرت بقى. مش بقول زمان بنور كل مره. المره دي كانت او. المره اللي فاتت خدنا ان. المره دي ما عملناش حتى على الجي 1 حاجه. احنا خدنا على طول الايه 19. صح محمود؟ ندى؟ صح؟ يبقى لازم برضه يبقى انا عينيا فاحصه. ابص واشوف اللي ينفعني في المساله اهو. هنا بمنتهى البساطه هستعمل تو ديكودر. استعمل ايه يا جماعه؟ تو ديكودر. للاو وللايه؟ والايه؟ انا عندي الديكودر الاولاني. جوان اهو. جوان اهو يا شباب. اللي هو بكام يا جماعه؟ ممكن واحد يقول لي بقى طيب عندي ممكن اخد الايه 15 لجي 2 والباقي لجي 1. انا مش عايز انا عايز اعمل سيلكشن للاود والايفن. يبقى لازم يبقى في دور للاي نوت والايه؟ والبي اتش اي. صح الكلام؟ يبقى هنا هقول هنا هذا جي 2 بي هيبقى كومبلمنتد وده جي 2 اي برضه يا شباب كومبلمنت. وانا عايز حاجه تفعل ايفن وحاجه تفعل اود. يبقى هنا هقول مثلا فور ايفن باك هيبقى هنا اي نوت. طب هنا ايه يا جماعه؟ اي نوت. طب وده؟ ده الاور جيت اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي اللي هتلم لي ايه؟ كل الكلام ده احنا عندنا ابتداء من كام يا جماعه؟ ايه 15 وكام؟ 16 و17 و18 و19 الى 19 و19 سوري انا اسف احسنتم. الى كام يا شباب؟ 23. كل دول هيبقوا بكام يا شباب؟ هيبقى دي خارجه بكام؟ تعمل ايه ولا ما تعملش؟ هتعمل ايه؟ وهنا ده خربوا دايما بكام؟ هو كده انا خلصت من النوبل بتاع الايفن. الديكودر بتاع الايفن. هنا الديكودر بتاع القط بس الاختلاف الجي 2 بي اللي هو ايه يا جماعه؟ بي اتش اي. وهذا جي 2 ايه
احنا ناخد الاول بتاعه من هنا. هو حد فكر النقطه دي ان هي نقطه اتصال؟ ماشي. اتنين بيبي مش كومبليمنت. وآله جي 1 بقيت صح. وآله جي 1 ايه يا جماعه؟ بقيت صح. عندنا السلكشن بتاعنا ايه كام؟ 12 وكام؟ 12 وكام؟ و13 و14. يبقى انا استعملت كل الادرسنج اللي ما استعملتوش. الابسوليت ادرسنج كله استعمل. كان من الاي نوت والسلكشن ومن ايه 1 ل 11 هيبقى في الميموري تشيب بتاعنا ادرسنج. وبعدين 12 و13 في السلكشن و15 و16 و17 و18 لغايه 23 عشان اعمل انيبل جي 2 استثنائي كام؟ 19 عشان اعمل انيبل للثاني. يبقى اذا الاوت بتاعي ده اللي هو 0 و1 هما اللي هيبقى فاعلين. طب والباقي ايه؟ مش عايز منكم حاجه. يبقى اذا هما 2 3 4 5 6 7 مش عايز منكم حاجه. وهنا برضه نفس القصه 12 و 13 و 14 الاول بتاع اللي فاعل 0 وال 1 والاثنين مش عايزين حاجه كذا الحال 3. في اشكاليه كده؟ عندي كام شيب يا شباب؟ عندي فول شيب. عندي ايه يا جماعه؟ فول شيب. عندي تو شيب ايفن. الاثنين هياخدوا منين؟ عندي واحده منهم شيب سيلكت في الايفن هياخدوا من هنا. ارم يبقى اول اثنين ماشي. خلاص مين اللي كان؟ اكيد عبد الكريم. صح عبد الكريم؟ كان فينا اكون عبد الكريم تاني برضه ما جاش النهارده؟ ما جاش مش كده؟ الاول انيبل بتاعي هيخش على الديكودر بتاعي ده في الايميل. الاوت اهو. اللي هو هياخد من الايه؟ طيب احنا ممكن نعمل حاجه لطيفه. هيبقى هنا ده مع ده عشان يبقى بس ايه امر كده. والاود برضه نفس القصه هيبقى اود ايفن ايفن اود اود. ولا انت عايزها تبقوا مع بعضهم؟ يعني احنا قلنا ايه؟ ايفن اود ايفن اود تمشي برضه عشان الهاير والاود. يبقى هنا ده اللي هي الايفن وده ايه يا جماعه؟ الاود عشان يبقى ده الهاير اوردر وده الايه؟ الاود. خلاص يا شباب؟ أو لو عايزينها تبقى بالشكل ده أنت حريف. يبقى هنا أوضو إيه؟ يبقى إيفن وأوضو. في أي إشكالية كده يا شباب؟ يبقى هنا الداتا بتاعتي داخلة ودي نور. طبعا مش داخلة وخارجة. تبقى إيه يا شباب؟ خارجة بس عشان دي إيه؟ دي نور. يبقى لازم تاخد بالك من التاتي. الداتا بتاعتي ما تبقاش داخلة إيه؟ خارجة لأنها نور. وعندي الادرس بتاعي من كام لكام؟ ايوه ايه كام؟ ل 11. وعندي هنا الميموري رايت سيجنال او الرايت سيجنال مش موجوده. يبقى هنا الريد سيجنال هي اللي موجوده. الريد سيجنال دي هتبقى جنريتد من المايكروبروسيسور. خلاص شباب؟ هنا بقى دي الاسئله بتاعتي منتهيه كده او خلصانه. يبقى عندنا في هنا وتبقى اللي هنا الشيب هتتحط فيها كام؟ طب البلد؟ اعتقد ان سالت فيها حته كده. معلش كان في غلطه كده صغيره. هنا الاي بالبان بس عندنا واحده في الشيب الاولانيه واحده في الشيب الثانيه. عشان كده بننزله ليه يا جماعه؟ قولوا لي مش من 1 سيجن مش من 1 ايه؟ ده ليه بيج بان وده بيج بان. 2 كيلو 2
دي التفصيل بتاعها. هنا بقى لو الادرس بتاعي وقع في اي سيليكشن، يعني مثلا لو قلنا الادرس بتاعنا 0000 رغم ان مثلا بي ال واخد بالك مو، طبعا واضح جدا ان احنا لو على افتراض ان الديستنس سيجمنت كمان ب 0 مثلا، يعني الديفيجن الايه الاولاني ايفن ولا نوت ايفن ولا اوت ايفن، يبقى اذا هنا الاي نوت هتبقى بكام يا جماعه؟ ب 0. هنا واضح ان الداتا ترانسفير كام بايت؟ 1 بايت. كان المهم المايكرو بروسيسور هيطلع جنريت المايكرو بروسيسور للبي اتش اي؟ لا، يعني هتبقى ستيب بكام؟ ب 1. معايا؟ هنا هنلاحظ ان الاي 19 في الشغل بتاعنا ان احنا بادئين من كام؟ من 0.8. ده من هيبقى بكام؟ بواحد. هيعمل لي هنا الانيبل بتاعي، وهم هيبقوا ايه؟ اصفار، يعمل لي الانيبل بتاعي، كده الانيبل بتاعي تم. هنا ده مش هيتم، ليه؟ مش البي اتش اي بكام يا جماعه؟ بواحد. البي اتش اي بكام يا جماعه؟ بواحد. طيب البي اتش اي بواحد، هنبص للايه؟ للادرسنج بتاعنا هنلاقي ان ده 0 0 0. صح الكلام؟ يبقى ده زيرو وده بكام؟ بواحد. يبقى اذا الايفن بانك في الشيب الاولانيه، الايفن بانك بتاع الشيب الايه؟ الروم الاولانيه هيبدا يتحط فيها الداتا اللي في البي ال هنا. قصدي هيطلع الداتا، سوري ده المفروض يبقى كده. عشان دريب. عشان دريب مفيش وقت. ساعتها هيبدا يحصل جنريت المايكرو بروسيسور بتاعي يطلع لي اللي هي الميموري ري كنترول سيجنال تبقى بتساوي 0. لا مش هنا. يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان اللوكيشن نمبر 1 اللي هو الادرس بتاعه 0 0 0 في الشيب نمبر 1 في الايفن بانك اللي الادرس بتاعي هيبدا الداتا بتاعتي تخرج على الداتا باس اللي هي من دي نوت دي كام يا جماعه؟ دي 7. تروح فين؟ تروح على البي ال. تروح على الايه يا جماعه؟ على البي ال. في اي استفسار في الحته دي يا شباب؟ في اي استفسار؟ لو تلاحظوا ان نفس الاجراءات اللي انا اتبعتها في 8086 هو نفس الاجراءات اللي اتبعتها في 286 مع اختلاف بعض بقى الايه؟ التفاصيل في عمليه الايه؟ واضحه اللي هي زي ما خدنا مثلا 19 كنا قاعدين نختار فور، طلعت المره دي فور كوميشن. في اي شكل كده يا شباب؟ جوال كومبينيشن سيركتس كانت البيزك جيتس اللي احنا خدناها اللي هي الاند والاور والمالتيبلكسر والديكودر. قلنا ان بعد كده حصل ان بقى في عندنا حاجات بدات تتجمع في شيب واحد. لو تفتكروا قلنا ان عندنا في حاجه اسمها ايه يا جماعه؟ البي ال اي الجرين والبي اي ال اللي هي البلاك والبي اي ال وايه كمان؟ الاي بروم لو تفتكروا الجرين. في حاجه اسمها الجال، في حاجه اللي هي الاف بي اي الاف بي جي اي. فاكرين القصص دي؟ دي عباره عن ايه؟ عباره عن تجميع للبيزك جيتس على وان شيب. فكنا هنا كنا بنقول هنا في البلا ده اللي هو الاي بي اي، قلنا ان احنا عندنا بروجرامر بالاند في الانبوتس، بروجرامر بالاور في الايه؟ في الاوتس. مش كده برضه؟ في البي اي ال فيكس الاند في الانبوتس، بروجرامر بالاور في الاوت. يعني هو كانك انت عندك ديكودر وليكن، يعني مثلا فكرت بسرعه كده، لو عندنا هنا ده مثلا وليكن الانبوت الاولاني اللي هو وليكن ايه؟ يجيك معاه امين. وده الانبوت الثاني وليكن البي. فوجود هنا الانفرتر معناه ان بيديني كل الاحتمالات ورده، الايه؟ كومبلمنت وال A وال B كومبلمنت وال B. لما كنا بنقول بروجرام فيكسد اند مثلا معناها ان انا عندي كل من تيرم بتاعت اللي بتجمع ال A وال B موجوده اللي هي ال A كومبلمنت B كومبلمنت. صح الكلام؟ حاجه فيكسد اند بطلعها اون من تيرم اللي هو ال A كومبلمنت B كومبلمنت. صح الكلام؟ وعندنا ال A كومبلمنت او ال B ال A في كومبلمنت الايه في كومبلمنت ده من الترم الثاني. بعد كده في عندنا هيبقى البي مع الايه كومبلمنت
بعد كده الـ دي ده معنى كلمة الفيكس الآن. فاكرين الكلام؟ قلنا إحنا بنعمل حاجة اسمها بروجرامبل كود، يعني عندي كل الأوبس ده متاح، لكن في النهاية لو مثلا أنا عايز أعمل إكس أور كنا بنعمل بناخد كله ولا كنا بنسلكت؟ كنا بناخد مثلا الـ A كومبلمنت B مع الـ B كومبلمنت A، صح الكلام؟ كنا بناخد الاثنين دول ونقول إن إحنا كده وعملنا وكأننا تخيلنا إن ديت دي ال بتاعتنا، فتخيلنا دي الشيب، فانا وظفتها ان هي تعمل اكس اور جيت، صح الكلام؟ ولو بالمره كمان خدت الاثنين دول بيبقى الفانكشن رقم واحد، دي الفانكشن رقم كام؟ اثنين. دي كانت ايه يا جماعه؟ اكس اور جيت، مش كده؟ فاكرين الحاجات دي؟ اه عظيم جدا. في عندنا برضو في لما المايكروبروسيسور اللي هو 32 بت داتا بس، قلنا ان احنا محتاجين نعمل فور بانك، يعني لو تخيلنا مع بعض فور اكزامبل عايزين نعمل 512 كيلو بايت لمايكروبروسيسور 80 المتاح وليكن 128 كيلو بايت ميموري تشيب. فاذا لو انا بصيت هلاقي ان ال 128 محتاجه كم شيب يا شباب؟ 512 كيلو بايت محتاجه 4 شيب، صح الكلام؟ ليه؟ لان المتاح كام؟ 128. ما فهمش ايفن وقلت فهمش ايه يا جماعه؟ ايفن وقلت بقى عندي البانك رقم 0 128، البانك رقم 1 128 128 128. خلاص عندي الادرسنج بتاعي هيبقى اول حاجه هتكلم على ازاي اعمل سيلكت للتشيب، ازاي اعمل سيلكت للايه للتشيب. هلاقي ان المايكرو بروسيسور دلوقتي هيعمل حاجه لطيفه جدا، طالما ما عنديش حاجه اسمها ايفن واود بدا يعمل حاجه اسمها الرايت تروبي سيجنالز. طب ليه هو عمل رايت ما عملش ايه؟ سؤال يعني خد بالك، عمل رايت تروبي سيجنالز لان في الغالب عمليه الرايتنج بيبقى دايما الشخص اللي هو بيعمل كود دايما هو اللي بيحدد هو هيحط فين الداتا بتاعته، او وانت بتكتب يعني خد بالك بتحدد الادرس زي ما بتيجي تقول له مثلا زي الامثله اللي احنا عملناها موف ما بين سكوير براكتس كذا كوما كذا. فدايما احتمال ان المايكروبروسيسور يعمل رايتنج من نفسه فهو يبقى عارف هو بيحط فين، او انت كبروجرامر تحط في موضع معين في الميموري، صح الكلام ولا غلطان؟ فاحتماليه ان انت تبقى المايكروبروسيسور هو المسيطر، لا، في مشاركه منك والمايكروبروسيسور على الادرسنج ده. فانما عمليه الريد دايما المايكروبروسيسور عارف هو بيقرا منين بالظبط، فدايما الريد بتبقى كومن في الغالب، دايما الريد بتبقى ايه؟ كومن. المايكروبروسيسور هو عارف في الاساس انه شيب انه بانك من انه موضع. فعشان كده نظرا بقى ان الرايتنج تختلف عن الريدنج فعمل حاجه اسمها الرايت ستروبي. ايه الرايت ستروبي؟ اللي هي بيعمل بقى انيبل للشيب في النت. فقال لك هيبقى عندي دايما هيبقى اور اللي التكتيك اللي انا عملته معايا في بدايه المحاضره في الكويز السؤال الكويز بتاعنا، عندنا دايما قلنا ان عندنا الرايت سيجنال دايما اكتف لو، لكن الشيب اللي هتبقى فاعله هيبقى يعمل طبعا دايما كلهم هيبقوا الميموري سيجنال، الميموري رايت ايه؟ كنترول سيجنال. لان انا بقول رايت دي يا جماعه رايت ستروب. طيب هنا ايه؟ دي ايه دي بقى؟ دي هيبقى هو مسؤول عن ان هي محتاجه جنريشن مايكروبروسيسور حاجه اسمها الباس انيبل بانك، او البانك قصدي انيبل سيجنال، بانك انيبل مش باس، بانك انيبل سيجنال. فانا عندنا كام بانك؟ يبقى هو هيعمل بانك انيبل سيجنال نمبر 0، بانك انيبل سيجنال نمبر 1، بانك انيبل سيجنال نمبر 2، بانك انيبل سيجنال نمبر 3.
دومن اللي هنا هيبقى من هنا ما يعرف بالرايت استروبي. رايت يا جماعه استروبي سيجنال دبليو ار اللي هي اكتب من هنا الدبليو وخد من هنا يا جماعه الار دبليو ار 0 رايت استروبي سيجنال ورايت استروبي 1 ورايت استروبي 2 ورايت استروبي 3 هم دومن بقى اللي هيخشوا معانا طيب هل دومت بقى معناها ان انا بقى ماجي اعمل اديسنج ومابنج هل محتاج بقى الاي نوت والاي 1 والاي 2 بقى ونفس الكلام بقى القديم الاي نوت والاي 1 والاي 2 والاي 3 ادخلهم مكان البي اي 0 بي اي 1 بي اي 2 بي اي 3 لا ما عنديش نوت الريست الانترستنج بقى ليه لان بدا يظهر ما يعرف في الايه الكومبينيشن سيركتس اللي هي بتجمع الحاجات ببعضها اللي هي الجال جيت الري لوجيك اللي هي زي البال زي بس هنا كنا بنعملها من خلال الفيوز ليه احنا ما خدناش البي ال اي او البي اي ال او الاي بروم لان احنا كنا بنعمل البروجرامينج كلمه بروجرامبل لوجيك اري بروجرامبل اري لوجيك صح كلام فان كلمه بروجرامينج دي ظهرت فين كنا بنقول وقتها ان احنا بنستعمل الايه يا جماعه الفيوز علشان اسلكت الايه الميدتيرم اللي انا عايزه فكان مثلا هنا الفيوز اللي هنا متصل هنا الفيوز اللي انا كنت بحرقه فيبقى هنا مفيش اتصال ما بين النقطه دي والايه والنقطه دي اتكلمنا عن الحاجات دي قبل كده واحنا بنتكلم في الميموري صح الكلام فهنا ده كان معنى البروجرامنج ان الفيوز كونكت اور نوت كونكت طبعا هنا بدايه من الجال والاف بي جي اي بدات تظهر اللي هو البي اتش دي ال اللي احنا ما بقناش محتاجين بقى نجيب بقى ديكودر ومحتاجين نعمل فاهمين قصدي؟ بقى انا ممكن اعمل جنريت للسيجنالز دي من خلال البروجرامنج اري لوجيك، يعني ايه الكلام ده؟ اللي هي الجيت اري لوجيك. الجال. بقى عندي مجموعه من الانبوتس ومجموعه من الاوتبوتس. مجموعه من الايه؟ الانبوتس والاوتبوتس. هنا انا بدات في البي اتش دي ال اقول الانبوتس دي طبعا احنا عندنا هيبقى عندنا ادرس بقى اللي هي من ايه نوت ايه كام؟ 32 اقوم جاي مدخل الايه الداتا بتاعتهم على الانبوتس بتاعت الايه الشيب دي وابدا من خلال الكود بتاع الانتيتي فاكرين بقى ما كنا بنتكلم عن الانتيتي والاركتكتشر والحاجات اللي احنا بنتكلم في البي اتش دي ال اجي اقول البورت بتاعي واجي اقوم قايل له بقى البورت بتاعي مثلا من هنا هقول له مثلا الاي نوت والاي 1 والاي 2 هناخد مثال دلوقتي ونعملهم مع بعض والاي نوت والاي 1 مش عارف ايه يبقى ايه انبوت يقصد ايه انبوت لمين؟ للشيب دي الاوتبوت بتاعي مش عارف كنا بنقول كذا وكذا كذا انبوت وستاندرد لوجيك فاكرين الكلام اللي كنا بنقوله او بيت فاكرين ولا مش فاكرين؟ اما كنا بنتكلم في الانتيتي كنا بنقول بورت صح؟ وافتح قوس وبعد كده اكتب شويه الانبوتس بتاعتي واقوم اي عامل ايه؟ كوما ها انبوت وبعدين احدد سكان ستاندر لوجيك ولا بيت ولا ما شابه صح؟ فاكرين؟ يبقى هنا الشيب بتاعتي ابدا اعمل لها بروجرام ابدا اعمل لها ايه يا جماعه؟ بروجرام احدد له الانبوتس من واقع ايه؟ من واقع الاكزامبل اللي انت حضرتك تعمله في الانترفيس معايا؟ طب والاول بتاعك واضح جدا ان الاول بتاعي لازم يكون ايه؟ دبل ار 0 ودبل ار 1 ودبل ار 2 وما شابه واخد بالك؟ فهتيجي تقول له الدبل ار 0 ومش عارف ايه نجيب دبل كذا كذا مش كده؟ دول عباره عن ايه؟ عباره عن اوت فاكرين؟ ممكن نحط دبل كولوم ها؟ اوت وبعدين برضه ستاندر ليجيك او وات ايفر انت هتسميها هتوصفها ازاي؟ صح الكلام؟ بعد ما انت عملت الكلام ده في الانتيتي تيجي في الاركتكتشر توضح العلاقه بتاعت الايه؟ المتغيرات وبعضها فمثلا لما تيجي في الاركتكتشر هتيجي تقول والله الدبليو ار 0 طبعا الكلام ده شرحناه في السنه الماضيه كنا بنقول ايه بتساوي كنا بنعملها دي علامه الايه السهم دي تخصيص مش هي اسمها تساوي اسمها تخصيص القيمه الفلانيه للسيجنال الفلانيه بتخصص لها كام؟ عباره كانت عباره عن الرايت سيجنال الممر رايت سيجنال ولكن احنا هنسميها الممر رايت سيجنال
رايت في الداتو من هكذا لايف تصل دي مثلا اور مع مين؟ مع البي كيو دي ممكن دي اللي هي ايه بتوصف العلاقات ببعضها يعني ايه يعني الحاجات اللي انا دخلها لك هنا اللي من ضمنها البي اي 0 اللي هي جنريت مين المايكروسوفت اللي هيعمل لها جنريشن مش كده يبقى هنا مثلا البي اي 0 ومش عارف البي اي 1 والايز بتاعتنا اللي هي جايه في الادرسنج وليكن معايا بقول والله بقى دي الانبوت بس ايه علاقتها بالاوتبوت بتاعتي اللي هي مثلا زي دبليو ار 0 دبليو ار 1 العلاقات اللي انت متخصصها في الكود بتاعك في الابلكيشن بالك بتقول ال W R 0 هتساوي كذا ال W R 1 هتساوي كذا ال W R 2 هتساوي كذا ال W R 3 هتساوي كذا انا مش محتاج ديكودر عشان يطلع لي الايه السيجنالز دي معايا وبعدين بعد ما بتعمل الكود بتاعك وتحمله على الايه على الجال شيب ايه اللي يحصل اول لما بتاخد التغذيه بتاعتها بتبدا تطلع لك الايه السيجنال وعلى حسب بقى المايكرو بروسيسور بيجنريت انه سيجنال من دون لان هي دي هتبقى مغايره من السبت المايكرو بروسيسور هيجنريت البي اي 0 او هيعمل جنريت البي اي 1 او هيعمل جنريت البي اي 2 على حسب ما ايه ما يعمل الجنريشن بتاعه مع عمليه ريد ولا عمليه رايت ان انا هيبقى فيها برضه سيجنالز للريد وسيجنالز للايه للرايت يبقى هو ومين بقى اللي يطلع السيجنالز؟ الجال شيب ودول بقى اللي هيبقى متصل بمين يا شباب؟ الشيب بس وصل كده يا شباب؟ وصل يا شباب؟ طيب لو عايزين نعمل ايه المثال بقى اللي خدناه ده